أخيراً اللي تقابلنا كان ناقص سنزينين من الحنفية فندم؟ طالة انت عاملة مصيبة ولا ايه؟ انا بقى عندي كانسر. تفي من بقك يا شيخة فلا الله حافظك. بجد انا عندي كانسر. هو انا مش خايفة من الموت على فكرة، مش عاملة حسابي عليه، بس الحياة اختيارات وانا قررت ابتسمت. مخلفة البنات عشان الهم الممات. أنا كان المفروض أخف عشان أرجع لحياتي، بدل ما أعمل لها شنطة سفر، بعمل لها شنطة تروح المستشفى. الضيف اللي جه علينا ده ضيف علينا كلنا، مش لوحدك أنت بس. كله بيعدي، زعل بيعدي والوجع بيعدي. أنا بس مبقتش عارفة هستحمل لحد ما كل ده يعدي ولا لأ. مش عايزك تحس ان التعب ده هو اخر الدنيا. واضح انها بتحبك قوي، بس انت بتحوري عليا ومش عارفه تكذبي كمان. انا شفت خضتك على اختك وده مطمني. الست ناديه هانم تشرفنا هنا وتطلب اللي هي عايزاه بنفسها، وساعتها بقى نشوف هنعمل ايه. سيب بنتي في حالها. طيب ادور على الضحك في وسط الزفت ده. سيربرايز. انت بقى مش هتوحشيني خالص.